تمعر وجهه بأبي وأمي وروحي، يعني تغير وجه النبي لما رأى من بؤسهم وفقرهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، ثم دخل أي إلى المسجد، ثم أمر بلالا فأذن وأقام، ثم قام صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة فقال بأبي وأمي وروحي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هكذا قال المصطفى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حث الصحابة على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق كما يقول علماء الأصول خبر ومعناه الأمر، أي فليتصدق كل واحد منكم بقدر استطاعته. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، أي فليتصدق أحدكم ولو بنصف تمرة. اسمع، قال: فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل عجزت عن حملها، يعني صرة مليئة بالدنانير الذهبية لا يقوى الرجل على حملها. انظروا إلى هذا الرجل السباق ماذا قال في حقه المصطفى. قام رجل من الأنصار فأتى بهذه الصرة التي كادت كفه أن تعجز عن حملها بل عجزت كفه عن حملها، أن تعجز عن حملها بل عجزت عن حملها، وألقاها في حجر النبي. قال: ثم قام الناس فجعل كل واحد يتصدق بما يستطيع. قال: حتى رأيت كومتين من طعام ومن ثياب. قال: فتهلل وجه رسول الله كأنه مذهبة، أي كأنه قطعة ذهب. فتهلل وجه رسول الله كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجره شيء، إلى آخر الحديث. يذكي ويثني على هذا الأنصاري الأول الذي قام وجاء بهذه الصرة المملوءة بالذهب وحث الصحابة بصنيعه على الصدقة، فأثنى عليه بهذا القول. وليس المعنى من ابتدع في الإسلام بدعة، فالرجل لم يبتدع بل سن سنة حسنة، تصدق، والصدقة مأمورون بها أصلا بنص القرآن والسنة، لكنه قام فجدد هذا المعنى في قلوب الصحابة فاستجابوا له، كمن يحرص الآن على سنة العقيقة في زمن هجرت فيه السنة، أو كمن يحرص الآن على صلاة العيدين في الخلاء في زمن هجرت فيه السنة. هذا الذي يحيي سنة العقيقة ويحيي سنة الصلاة للعيدين في الخلاء، نقول له: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره شيء. وهذا الذي يسن في الإسلام سنة سيئة، فالفرح مشروع، أزوج ولدي وأزوج ابنتي أمر مشروع له أصل في السنة، بل الفرح بالتزويج مشروع. فيأتي رجل ليفرح فيأتي براقصة في قرية اعتاد الناس فيها على الطاعة وعلى الفضيلة لا على الرذيلة، لا على الرذيلة ولا على المنكرات، فيأتي هذا الرجل المبتدع الضال براقصة عارية لتحيى عرس ولده أو عرس ابنته طوال الليل بالرقص العاري، نقول له: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من وزره شيء. فكل من جاء براقصة عارية في القرية بعد هذا الرجل
يتحمل الرجل الأول وزره ووزر الرجل المئة ووزر الرجل الألف، بل وإن مات في قبره ولا زال الناس يفعلون ذلك يتحمل وزر صنيعه وهو في قبره بين يدي ربه جل وعلا. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من وزره شيء. ما هذا يا إخوة؟ ماذا الذي نسمعه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا قولة لعالم من علماء السلف؟ لماذا يهرف الكثيرون بما لا يعرفون الآن؟ أو كل من ظهر على فضائية من الفضائيات صار من حقه أن يهرف بما لا يعرف وأن يتكلم في دين الله بغير علم؟ لا يا إخواني، فالقول على الله بغير علم من أخبث المحرمات ومن أشنع المحرمات. فتورع يا أخي واتبع يا أخي ولا تبتدع. ليس معنى ذلك أنني أريد أن أقول بأن البدع مرتبة واحدة، لا، بل من البدع ما هو بدعة مكفرة ومن البدع ما هو بدعة ليست مكفرة، ومن البدع ما هو بدعة حقيقية ومن البدع ما هو بدعة إضافية. أما أن أقول بتقسيم قال به أحد أهل العلم لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة فهذا لا يلزمني، وإن لا يلزمني إن أخطأ عالم من علمائنا وكلهم سادة وكلهم على العين والرأس وفي القلب ورب الكعبة، وأنا ممن أدين لله بإجلال أهل العلم، بل ولا أسمح لطالب علم من طلابنا أبدا أن ينتقص قدر إمام من أئمتنا أو أن يقلل من شأن عالم من علمائنا. إن قال الإمام القرافي في كتاب الفروق نقلا عن شيخه الإمام العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام إمام في الجهاد، إمام في الأمر بالمعروف، إمام في النهي عن المنكر، رحم الله العز والقرافية وغيرهما من أئمة العلم المهديين، ولكن أخطأ الإمام العز في هذا التقسيم فقال البدع تنقسم إلى 5 أقسام: إلى بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مباحة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة. كيف تكون البدعة واجبة؟ كيف تكون البدعة مباحة؟ كيف تكون البدعة مندوبة؟ وقد قال المصطفى: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا كان الأمر واجبا بدليل شرعي من القرآن والسنة فهو واجب، ولا محل للبدعة في هذا الأمر على الإطلاق. إن قال المصطفى: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، إلى غير ذلك، هذا أمر والأمر للوجوب، فلم تأت قرينة في هذا الأمر تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، خلاص هذا أمر عليه دليل من السنة يقال عليه واجب، لا محل للقول بالبدعية هنا على الإطلاق. إذا قال المصطفى: صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء، يقول علماؤنا تحول الأمر من الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا إلى الندب والاستحسان في قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء. فكلمة لمن شاء تسمى عند علماء الأصول قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب، خلاص. إن أخطأ عالم من علمائنا وقال لا يلزمنا أن نقول بهذا القول ولا نقلل من قدر العالم، لأن العصمة انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، وصدق ربي إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما البدع فهي إما أن تكون بدعة حقيقية لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع للسلف، وإما أن تكون البدعة إضافية، ومعظم البدع التي يقع فيها المبتدعون من النوع الثاني من البدع الإضافية، لأن البدعة الإضافية لها دليل من جهة الأصل ولكنها تخالف الشرع من جهة التفاصيل. انتبه بالله عليك، وسأختم بها وقد تعمدت أن أتركها لآخر اللقاء لخطرها. أقول البدعة الإضافية هي أخطر أنواع البدع لكثرتها
لأن جل المبتدعين لا يقعون في البدع إلا من خلالها ومن جهتها. البدعة الحقيقية بدعة معروفة لا دليل عليها من كتاب أو سنة أو إجماع. كان يتبتل رجل ويتعبد وهو في حاجة إلى الزواج بدعوى أن يتقرب إلى الله، نقول هذه بدعة محرمة. كتقديم بدعة العقل على النقل، نقول هذه بدعة محرمة. لا ينبغي أن يكون العقل طاغوتا.